انك تجري وتجري، تعرف الطيور الكبار ذي ها اللي تاخذ لها نوب كيلو وهي تركض، نوب تقص جرتها ونوب تنقطع. انا ما جريت ابد، مجرد ما انفلت المظله اثر العد جاء وشالني. انا خابر قدامي السيارات الكبار وخابر على يميني شوي فيها شب كلبل، فيها البل اذكرها قدامي، عارف محدد موقعها وخابرها. فمع لحظة الإغماء ذي اللي طارت فيني الطيارة كذا تلتني ما عاد أدري أنا وين أنا فيه. لا. يوم بديت أركز دريت أن الموضوع القيادة ما هي في يدي، وهذا ترى السالفة حقيقية ومربكة، كل ما تذكرتها أنا أتذكر الموت. ففعلا ارتفعت أبي أتحكم بالطيارة كالعادة. واو. تلف عندك الفلابات تسحب يمين، تلف الطيارة يمين تسحب تقابل الهواء. هذا موضوع أنت قرطاس طاير بعج. يا الله. عرفت يعني مهما كنت قوي ولا ثقيل ما قدرت الله سبحانه. اي اقول لك شيء خطير، انت شو تسال السالفه ذي؟ والله ما صدري وين صحيح. والله انا ضيق الصدر، الهوى سحبني بقوه عجيبه للجبل. انا يوم ركزت الحين بشوف شغلهات الحين يوم ركزت بشوف الطريق، بشوف الوضع، بشوف ايش صار علي. البل اللي كانت قدامي على اليمين صارت يساري، ما في مسافه الا الجبل، يعني ما في الا يمكن 10 متر والجبل. فاكتشفت ان الهواء ساحبني تيار قوي، اسحب ما في. لو ضربت بالجبل، طبعا انا الحين قد ارتفعت يمكن 100 متر. لا اله الا الله. لو ضربت بالجبل، لو استسلمت يعني وضربت بالجبل سقطت من 100 متر، هذا اقل شيء. فقاتلت على اني بس اسلم من الجبل، فعلا سلمت، لكن حذفني الهواء بعد الجبل بشكل ما تخيل يعني. يا الله. المظله اللي ماسكتني فوق وانا تحت متعلق فيها كذا، ها هذه المظله. احيانا اشوفها فوقي احيانا اشوفها تحتي. عجيب المظله نفسها. لا تصير ايش قصدك يعني ابو؟ لا تصير تقلب ولا بالغ يعني. لا هو مو تحت يعني، تحت ما اسمع الا صوت المظله، قراطيس ذي تعرف صوت المظله يعني. وبعدين نزلت بالارض انا الحين، ففكيت البور ونزلت. الشباب ركبوا السيارات وجو بيسعفوني، خلاص انا ميت ميت. فيوم نزلت الارض انا اذكر تعليمات الطيران وكذا، انه كل ما ترتفع فوق يهدى الجو خصوصا في الجبال. يوم نزلت تحت دريت ان المظله بتنصفط وبطيح من 10 متر من 20 متر بطيح. طايح. فقلت خلني اعطيها فول باور وارتفع فوق، اخذيني على الاقل ابعد عن الجبال مسافه بعيده وانزل براحتي. فاعطيت فول باور. نعمة الله عز وجل، بعد الى الحين عقلك معك يعني. اي ترى عاد انا لو شفت جويك. وارتفعت لين فعلا ركد الرمي. لكن مأساة يعني، أنا كنت والله أني بس أتلفت وسمي يعني، حالة هستيرية. لكن طحت عادي ما طحت. نزل. بعت على الجبال. إيه نزل بشكل عادي. وقابلت الهواء، أنا أذكر من وين جاي تجاه الهواء. والحمد لله يعني طحت شيء لا أحد يدري، بس نعمة. نزل أقول بك عرج شوي. إيه ها؟ أقول بك عرج شوي. لا ما هو. أنا على سالفة أبو طارق، أحيانا المحيط اللي عندك و يوهقونك على ما يقولون طقطقي. انا اليوم عزيمه بعد رجل اختي عازم من اخوانه واهله وجماعته كامل. ف يوم طلعوا يتغدون كل يوم بشتاء مزرعه شمال بريده، وكانت الارض كلها حجر زي الحجريه حصى. المهم كل يوم توي بادنا تدرب بالخيل، يعني بادنا نطقطق على ما يقولون. ايه والله نوجهك يوم فارس. طلعت من العزيمه وثر فيه يمكن حول 50 رجال يتنقشون وقاعدين وناظر، وهي اول ما جينا واشوف انا فيه اسطبل فيه خيل لحاله جالس. قلت بس يا ابو سلمان هذه لعبك الحين، هالعالم اللي طالع ويتنقشون الخيال ابو ما اعرف اكثرهم، انا رجل اختي وهلا اعرف رجل اختي بس. كيف تنقشون يعني؟ طالعين تنقشون من الغداء لابدين فاضين يتبرجون. انا رحت للخيل حتى ادور الجام، يعني عندي نشوه وانت كنت ركبت اصلا؟ لازم اركب يعني، بعدي مبادئ بس اني اعرف شوي. قلت هذه فرصه الان. المهم واروح واركب الخيل والقى الجام حقه زي الحبل المقطع واركبه واركب. صراحة البادي خيل لكن المكين يمكن تحمار والله العظيم مو معقول. من أول ما ركبته وخرت الخشبة أنا هذا آخر خبري به، أسحب راسه زي الجبل
والله العظيم من السرعة اللي انطلق بي أنا أحس عيوني صرت زي الفلبيني من الهواء، ويؤامر مع الشباب هاد جنبي هو عاش 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 عجرج أختي يقول هذا نسيبي الخيال كفو، وامر من عنده مثل الفشقية. البوابة كانت على يسار وفي زي الجمس، هو يعرف البوابة، يوم وازن البوابة على سرعته كله يجي يلف يسار وطول أنا يطقطق على والله العظيم زي أفلام الكرتون، وتدرب ولا صحيت على الرفرف الجمس كلي مخوش وزح روحي مثل العالم تناظر وتغبى وراء الكفر كل دمامين وكل بهذل شاب الله هالجمس ولا كان يبتلي تدرب اي والله العظيم على قولة التوهيق اركد بس صدق تعزيز احيانا ترى يجيب العيد والله العظيم هو اللي دائم ورطه طارق وش اضاف لك شاعر مليون وش اخذ منك خلب نشطح شوي على والله شاعر المليون ما اخذ مني شيء شاعر مليون كله اضافه جميل برنامج جماهيري برنامج يعني فيه وهج اعلامي قوي جدا منتشر على مستوى العالم العربي ويقدم الشاعر بشكل كنجم يعني طيب هل اول ما دخلت كنت متوقع انك تفوز ابو طارق لا كنت متاكد هذه انا استفدت منه فعلا اي مشروع حط عندك هدف طيب ليش انك متاكد يا ابو طارق انت زي بالبرايمات الله اي صح ملك البرايمات تستاهل والله يا سلطة يسلم والله شوف انا مو بكل شيء في حياتي راهنت عليه نجحت فيه حلو مو بكل شيء بالعكس في شغله في اشخاص خذلوني قريبين لا بس انك ما تجي الحياه على كيفك صممت لكن انا اسوي الشيء اللي انا اعتقد انه بيكون هو يعني السبب الرئيسي في وصولي في نجاحي احيانا انجح واحيانا ما انجح فبشعر مليون نجحت يعني يمكن القصيده الاولى اللي شاركت فيها في المسرح ترى كان لها 90% من طمنك يعني لا لا من اختيار زياد نجم شاعر مليون كان فيها تحدي وكان فيها اصرار وكان فيها فتح ملف طيب ابو طارق تسمح لي الله الله يا محمد حلوه عطنا تفاصيل العمل الله يطول عمر الله الله يا محمد عمل جميل عمل علما انه اثار ترى زوبعة كبيرة حلو حنا نبحث عن الاثارة اللي ما فيها خطأ طبعا صح اي شيء انت تقدمه ويسوي في المجتمع ضجة ويقسم الشارع هذا نجاح عندما تكون حديث المجالس هذه امنية كل انسان لكن في النهاية هل انت سويت شيء خطأ علشان تحقق هذا الشيء المتميز اللي صار ولا انت سويته بنجاح وبفكر على كل حال الله الله يا محمد تزامنت مع رؤية لتغيير المملكة العربية السعودية وتحول وطني كبير كان يجب على أن الكبير والصغير يتفاعل مع هذا الحدث الإيجابي اللي كنا ننتظره من سنوات طويلة والحمد لله تحقق على يدينا سمو الأمير الشاب محمد بن سلمان الله يعطيه العافية فلا حق على الإعلاميين أنهم يعني يساندونه ترى ما في إنسان مهما كبر لا الإعلامي ولا الملك ولا الأمير ولا ما هو بحاجة أحد يعني ما اليد الواحدة ما تصفق فمن هالمنطلق وانتم شفتوا أمس أردوغان يوم أن الشعب وقف معه ضد الجيش كيف وحنا هذا الشيء لازم نفهمه أبناءنا اليوم أنه ترى احنا عندنا شيء يجب أن يضاف في التعليم اسمه الولاء ومعرفة الإنسان بهوية الوطنية اللي للأسف الشديد أصبحت اليوم تذوب وأصبحت تندثر أصبحوا نجوم العالم هم نجومنا وهذا كلام خطأ نجومنا خالد بن الوليد محمد صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء نجومنا صحيح. بطولاتنا فتوحاتنا علماءنا رجالاتنا لكن من ضعف الوازع الديني من ضعف افتخار الإنسان بهويته الوطنية صار كريستيانو رونالدو وميسي ومايكل جاكسون للجيل هم اللي إيش هم رموز تجد صورهم في 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 الحرم صح. الحرم المكي لما تصلي تجد كريستيانو قدامك هذا مو صحيح الكلام ده مشكله طبعا العمل موجه للاطفال فقدمنا عمل خلك رجال اول إيه؟ اللي صار بعد عليه ضجه وهو العمل صحيح 100% دور انا ما كنت ناوي اشرح بس اكتشفت انه لازم اشرح يا اما ان الناس فعلا ما كانت الصوره واضحه ولا اقطعك ابو طارق ترى اشتغل معنا وتشرفنا فيه احد النجوم اللي اشتغلنا معه تشرفنا بالعمل الشرف لي والله يا سلمان ما شاء الله وبالعكس طبعا دي اي بي
بيتي الثاني واخواني واصدقائي ودي اذكر اسمائهم واحد واحد لاني احبهم حب مختلف. الحين بنذكرهم بالتشكيل يستاهلون. وترى لهم فضل بعد الله في بروز الابناء لانهم كانوا قريبين منهم جدا. التسجيل كان عندكم يعني التسجيل الصوتي؟ كل شيء عندهم، كل شيء عندهم، التصوير والاخراج كل شيء كان من المؤسسه. حلو جميل. يوم اني اقول لك ذاك الايام تراي كويس وتقول لي لا راح ادق لك جاب الله الشباب ما قصر عليك والله احنا تلزق وهلا ما اعطى الوجه لا تحت امرك بيولتي ابو خليك رجال. اي بقول لك كلب خليك رجال. انا اشوف ان الفكره واضحه يعني ما في خطا انه زياد راح لبلاد الكفار وسبهم واستانس عندهم، مو بصاي الكلام ده. انا كل سنه اروح لكن انا ما اقول لاحد يروح، بالعكس اللي بيروح يروح. اما انا ماني مفتي لكن انا اقول لا تفتخر، لا تفتخر، افتخر بمكه يا رجل. تعال اسمع قصص الفتوحات، قصص الصحابه، قصص الشهداء، قصص الانبياء. لكن للاسف احنا مقصرين في هذا المجال واصبحنا فعلا نندمج مع الغرب. اليوم اتحداك ما تلقى شبابنا الجدد ما يعرفون كل الافلام الامريكيه، صح. ما يعرفون كل الدوريات، ما يعني انديتنا اصبح تشجيعها اقل بكثير من تعنصر ابناء. اي الموضوع ذا يطول الكلام فيه. خلنا نرجع لمحمد. الله الله يا محمد. كلب الله الله يا محمد تزامن مع الرؤية اللي هي 2030 بعد 15 سنة كيف بتكون المملكة. فرحة الشباب، فرحة الجيل الجديد، فرحة الناشئين بهذه الرؤية الجميلة لازم يبادرون ويقدمون عمل فني، فحرصنا أن يكون أول عمل. طبعا صراحة حلو اللحن أنا مخبيه، اللحن الله الله يا محمد أنا ناوي أسوي عليه عمل. هذا اللحن الجميل أنا ناوي أسوي عمل عليه، فلأننا بنبحث عن عمل ينجح بسرعة ويكون متوافق مع نجاح الرؤية وحماس الجمهور والناس لها اخترناها بسرعة وكتبنا عليه كلمات. طبعا انت لما تكتب كلمات ما راح تكتب صم الجبال اللي حجرها صلافيح وتخلي نايف يقدمها عرفت؟ صحيح لازم صح تختار. طبيعي منطقيا تخليها سهلة. اي طبعا انت بتقدمها للأطفال يحفظونها وهذا اللي صار. فكتبنا الكلمات السهلة اللي تتوافق مع اللحن اصلا، لان اللحن احيانا يفرض عليك رتم معين، صح. انا الحين عندي لحن جدا جميل للعيد ما قدرت اكتب عليه كلمات. طبعا لو المجال يسمح اكثر سمعتكم اللحن وسمعتكم الحوسه اللي انا مسويها في اللحن. الموضوع ترى احيانا مو بسهل. على كل حال فكتبنا الكلمات وركبناها على اللحن بسرعه وسجلنا الصوت بسرعه واخترنا لوكيشن المتاح، كنا في ابها اصلا رايحين عشان حمله تطوعيه ما لها علاقه الموضوع. واديناها بسرعه وطلع الحمد لله ناجح بجميع ما تعني الكلمه. لا والله ناجح جدا يعني. حنا هروره وكبارين دائما ردوا نفسنا. لا هو طربي، اللحن طربي جميل ولزق. ووصل للاطفال والى الان يرددونه. والكبار وصل بعد. الله الله. فصدق اللحن احيانا ترى احيانا يجي انسان مبتذل نفسه ويتعمد الاسفاف. يقدم عمل فاشل ما حد يعلق عليه لان اصلا هذا وضعه، لكن يجي انسان مرتب، انسان له برستيج، انسان له وضع معين، يعني يقدم شيء زي كذا، اوه لحظه لحظه شفتوا فلان وش سوى؟ لانه فلان. فالهجمه احيانا تكون بحجم قوه هذا الشخص او بحجم قيمه هذا الشخص، فهذا شيء جميل. بالتدريب يا ابو طارق والالحان تتعب مع عييلك ولا تحس انهم على طول؟ حلو عييلك حسسني. عييلك لان في ناس ينظرون من برا عييلك يعني عيالك. اي يعني ابناء مرقصين عييلك. اي ترجم في ناس مترجم. وشلون ما فهمت السؤال طبعا. يعني اثناء البروفات اثناء تدريبهم على اللحن تحس انهم على طول يلقمون ولا يتاخرون شوي؟ بندقهم. احيانا لازم حل لهجه قصيميه. احيانا يعني يكون الموضوع سهل جدا واحيانا لا والله. احيانا ترى نسوي عمل ونفشل فيه ما نقدر نسويه. تعال يعني في اعمال كنسلتها يا ابو طارق. طبق العمل ده. خذني معك لاصير جسم بلا روح حيث انها تقفل يقفيت روحي. ما احب اسمعها الا من طارق واتلذذ فيها. عذبه جدا. تعال طارق عطنا اللحن الثاني ده. ما احب اسمعه من طارق ولا يصلح لطارق. فاحيانا انا باجبره ينفذ دور معي ما تكون مقبوله. طيب اشوفك مركز على نايف اكثر. ما تحس العيال الثانيين يتاثرون ولا وازنه؟ اذا الله رزقك بموهبه في البيت ما هو ضروري كل البيت يغني وكل البيت يصير لاعبين وكل خلاص. الموهبه عند نايف احنا نطلع نايف وكلنا ندعم نايف حتى انت.
أكيد أنا، بس أنا أحس كلهم موهوبين ما شاء الله، يعني كل واحد أنت شغلته على حسب إمكانياته. والله أنا